مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم مره تانية، بجد التحيه بحضرتك شيخ ايمن. طبعا الهزيمه الساحقه اللي حصلت فعلا جابت له جلطه دماغيه وتوفى على اسرها. طبعا شخصيه ارطغرل من الشخصيات العظيمه جدا والرائعه جدا، واللي ان شاء الله بنوعد المشاهدين اللي طلبوا اكتر من مره ان احنا نعمل حلقه عنها، نعمل حلقه باذن الله تعالى تكون موسعه نتكلم فيها مع الشيخ ايمن مع ضيوف افاضل كمان تاريخيا عن ارطغرل. ولكن شيخ ايمن، بركه خان كان في الوقت اللي فيه ارطغرل وكان في الوقت اللي فيه الظاهر بيبرس، الثلاثة دول اكتبوا مع بعض ازاي؟ هو طبعا اللي جمعهم اصلا مش ارطغرل، اللي جمعهم اصلا بركة خان. بركة خان كان على قدر ايمانه واخلاصه للاسلام، كان حكيما وكان مدبرا، اخذ يبحث عن كل من يستطيع ان يقف امام التتار. فبعد عين جالوت وظهرت ليه، ما كانش هو في ناحية العرب خالص، وظهرت له ان في هناك قيادة اسلامية بقيادة بيبرس يستطاع ان يهزم التتار في عين جالوت ويطردهم بره الشام بالكامل. لا يبقى تعالى بقى، ايه ده انت عايز تحالف خاص. بحث عن ارطغرل طبعا، وكان في القوقاز وكلام زي كده، وبدا يبحث له، يبعت له مراسيل مع خواصه، وبداوا يتحركوا هم الثلاثه في الوقوف امام التتار مع احتفاظهم. طبعا عايزين نعرف ان ام جنكيز خان اصلا كانت من الترك، ام جنكيز خان اصلا من الترك، وكانت زوجة جنكيز خان من الترك ولكن كانت نصرانية. فعايزين نقول ان النساء كان ليهم دور فعال في اما ادخال الناس في الاسلام، زي بركة خان، وقيل ان جوجي كان دخل في الاسلام، واما الحرب الضروس على الاسلام، زي زوجة جنكيز خان وام هولاكو وزوجة هولاكو. يعني المرأة كان عامل أساسي في الإيه؟ في هذا الأمر. طبعا لما جيت تتحرك بهذا التحرك، بدأ بقى يتحركوا جميعا يضربوا في وقت واحد. بدأت القلاقل تدب داخل الأمة التتارية، وكان أولها، أول ما عمل بركة خان مش عارف يقنع قبيلته ان يقاتل الخاقان الاكبر. طب يعمل ايه؟ طبعا الاسره الذهبيه او القبيله الذهبيه ليها ثلث الغنائم معروف من ايام جنكيز خان بالظبط. فجي بقى هولاكو قال لا، مش حدي للقبيله الذهبيه اي حاجه من الغنائم اللي ياخدوها اللي هم جابوها بنفسهم. فطبعا القبيله كلها اجتمعت على بركه خان، ازاي يصدر قرار زي كده؟ والخاقان الاعظم اللي هو جنكيز خان اصدر امر زي ذلك. فطبعا ايه؟ هو طبعا راح محرضهم وراح بعت رسله وقال اغلظوا القول لهولاكو. التلت يجي لنا زي ما كان بيجي لنا ايام جنكيز خان. زي ما كان بيجي لنا الاول. ما تصدرش قرارات من نفسك. فطبعا راح لما هم اغلظوا في القول لهولاكو، لكن كان مجنون، قتلهم. وبعت الجيش اللي هو حصل ده، فكل تطاروا اللي هم القبيله الذهبيه وقفت مع بركه خان ضد هولاكو، وكان حصل ما حدث في لغايه لما مات او هلك هولاكو خاقام التتار يعني. طيب.